ومن البقاع مشاهدينا إلى إيطاليا، وإيطاليا اللي تعيش حجر صحي بعد ارتفاع مهول في عدد الإصابات والوفيات وتسجيل كل يوم إصابات وعدد أيضا في الوفيات جديد ويكون أكبر من النهار اللي قبله، مما خلق طبعا حالة استنفار جماعي. للحديث أكثر عن الموضوع نستضيف معنا البروفيسور حسين جلوس، أستاذ محاضر في كلية الطب في جامعة بافيا شمال إيطاليا. دكتور حسين صباح النور. صباح الخير إلى أول المشاهدين والمستمعين الكرام. أول حاجة ساعة دكتور حسين طمنا عليك، كيف وضعك أنت شخصيا بإيطاليا حاليا؟ الحمد لله نشكر الله، الحمد لله جيدة وتحت السيطرة الحمد لله إن شاء الله يا ربي. إذن البارح حتى البارح كان هناك خطاب لكونتي وكأنه إجراءات الحجر تفاقمت نوعا ما. السلطات الإيطالية طلبت من نحو 60 مليون مواطن البقاء في منازلهم، وإجراء البارح أيضا يتم فيه فقط فتح الصيدليات ومحلات طبعا لتبيع المواد الاستهلاكية بالإضافة إلى الأمن والفرق الصحية فقط تكون موجودة. هل إجراءات غير مسبوقة في العالم لوقف انتشار الفيروس؟ ما مدى الالتزام بها في الشارع الإيطالي بروفيسور؟ صحيح ما قلته منذ قليل أن هناك العديد من القرارات الرسمية التي تصدر تباعا وعلى مدار الساعة من الحكومة الإيطالية، والتي تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لتوقيف السيناريوهات القادمة لتطور حالة المرض وانتشاره في إيطاليا. يوم إيطاليا تدخل يومها 23 من ظهور مرض الكوفيد 19 على أراضيها التي تبدأ في أوائل شهر فبراير، وتعتبر حتى الآن في حالة حجر صحي من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها. عدد الإصابات للأسف ارتفع بشكل مرتفع، وحالات الإصابة الآن الإحصاءات الأخيرة هي التي وردت مساء البارحة تجاوزت 20,000 مصاب، وتقريبا ما يقارب 900 حالة وفاة. طبعا أستاذ حسين، هالأرقام هذه الكبيرة واللي موجودة بشكل كبير ذكرنا بأبرز إجراءات الحجر الصحي المتخذة من الحكومة الإيطالية، كيف تتأقلم معها المدن الإيطالية، خاصة أنه في أول فترة شهدنا هروب الجميع من أقاليم مثل أقليم لومبارديا وتوسكاني نحو الجنوب، ولكن الآن الحجر موجود تقريبا في كل إيطاليا كما ذكرت من شمالها الجنوب. صحيح، الحظر موجود بكل إيطاليا من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، رغم أنه في بداية الأزمة الحظر كان مفروضا فقط على بعض مقاطعات الشمال، حيث أنا موجود مثلا في مقاطعة لومبارديا والتي كانت هي البؤرة التي انطلقت منها كل الإصابات التي انتشرت في إيطاليا. المواطنين الإيطاليين الآن يتجاوبون لأنهم شعروا أن حالة الخطر فعلا قد بدأت، وخصوصا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوباء أصبح وباء منتشر على مستوى عالمي وهو يشكل خطر لصحتهم، لذلك فبدأوا بالالتزام بما تفرضه الدولة من خلال تدابير الحجر. تدابير حجر تحدد جدا الحياة ونوع الحياة التي يجب أن يقوم بها المواطن، وهي أولا الالتزام بالبقاء في المنازل، طبعا تجنب السفر، الانتقال الأشخاص من مناطق إلى أخرى. يعني إذا بدنا نعطي مثل مبسط من الحياة اليومية، على الشخص الالتزام بالبقاء في منزله، إذا كان بحاجة للخروج يمكنه الخروج من المنزل داخل مدينته للتسوق، للتبضع، لشراء المأكولات إلى آخره، لأن المحلات التجارية بمعظمها لا تزال مفتوحة. وقد بدرت مسألة جيدة الآن في جميع المتاجر والمحلات والسوبر ماركت أنهم يقومون بإيصال ما تريده عبر الهاتف، يعني أنت تعمل
تطلب ما تريده عبر الهاتف والمحلات النتائج اللي يمكن ان توصل لك من خلال خدمه التوصيل الى منزلك، الخدمه المنزليه بالضبط. هذا يساعد الناس على عدم الخروج من منزلهم ويطمئنهم نوعا ما ان الحياه طبيعيه تسير بشكل عادي بما يخص الاحتياجات، ولكن هناك القائد على البقاء في المنزل، وهذه هي الطريقه الوحيده فعلا من الناحيه العلميه التي تساعد على عدم انتشار الفيروس وعدم نقل العدوى الى اشخاص اخرين. نعم دكتور بروفيسور حسين، الاجراءات هذه شهدنا مثلها او شبيهه بها في وهان، بؤره انتشار فيروس كورونا في العالم. طبعا يعني نوعا ما من ناحيه الارقام وكانه الصين بدات تلقى نوعا ما هذا النجاح خاصه مع تدني الارقام. هذه الاجراءات الان موجوده في ايطاليا، لازلنا نعرف نتائجها، ولكن كيف نطبقها نحن مثلا في بلداننا خاصه العربيه دون استهتار؟ يعني ما الذي يجب علينا كسكان مناطق البلدان العربيه معرفته؟ ما يجب معرفته هو أننا علينا أن نقوم بنفس الإجراءات التي تقام في مختلف دول العالم، إن كان الصين أو إيطاليا أو أوروبا أي بلد آخر يفرض هذه الإجراءات يجب أن تفرض أيضا في بلادنا، وعلينا أن نتقيد بها كما تتقيد بعض الشعوب في بلدانها. يعني لبنان أو البلدان العربية ما منهم حالة خاصة لكي نقول أن لهم إجراءات خاصة بهم، مثلهم مثل باقي البلدان وباقي الشعوب. يعني الفكرة الأساسية التي يجب أن يعرفها بشكل مسهل كل الناس أن الوسيلة الوحيدة لعدم نشر المرض هو الالتزام بالبقاء في المنزل. هذه الشغلة الأساسية. طبعا في حال مضطر الإنسان أنه يخرج من منزله لحالات عملية، لحالات أخرى مثلا الى المستشفى او الى الطبيب عاين الى اخره، يعني هذه كل حالها تفرض على الانسان الخروج من منزله، عليه الالتزام بالارشادات الصحيه التي باتت معروفه لدى الجميع بمتناول الجميع، الكل يعرف انه لا يجب المصافحه، لا يجب الاقتراب من التجمعات، ترك مسافه معينه بين الشخص والاخر، عدم لمس العين والانف والوجه باليدين، خصوصا اذا لمس مسطحات معدنيه التي يمكن ان يتواجد عليها الفيروس، تعقيم اليدين وغسل اليدين دائما الى اخره من جميع هذه الارشادات التي الناس لا تعرفها تماما. هذا يساعد في حال اضطر الانسان الى الخروج من منزله لقضاء حاجته ان يخفف من قله الانتشار وخطر العدوى في التقاط الفيروس من الاخرين. هناك في ايطاليا الان يعني تجري بعض الامور التي ممكن ان تسبب القلق لدى بعض الاشخاص لاعتبارهم انهم محجورين، انهم مسؤولين في منازلهم. هناك في بعض البلدان في جنوب ايطاليا الان حيث لم تكن مرتفعه بعد الارقام بالاصابات، لان الارقام ارتفعت فقط في الايام الاخيره. السيارات البلديه مثلا تجول في شوارع كل المدن مع مكبرات الصوت تدعو المواطنين الى البقاء في منازلهم والى مساعدتهم في حال كانوا بحاجه الى اي مساعده من قبل بلديات الدول. بروفيسور هذا خاصة ما تحدثت عليه أنت من ناحية البلديات شاهدناه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على تويتر بعض الإيطاليين أو نسبة كبيرة منهم تحدثوا على فكرة الاستخفاف بالمرض. هل الاستخفاف عامل أساسي أنه يوصلنا إلى مرحلة مثل المرحلة اللي تمر بها إيطاليا حاليا؟ ليس هل هو العامل الأساسي للأسف الذي يؤدي إلى انتشار المرض. الاستخفاف في البداية كان ليس من المواطنين فحسب ولكن أيضا من الدول الأوروبية، لنقل أن إيطاليا كانت من بين الدول الأوروبية البلد الأفضل لأنه سارع بعد أن أدرك أن الأمور بدأت تسوء، سارع إلى إجراء فحوصات كشفية، فحوصات إخبارية على عدد كبير من المواطنين لاكتشاف من هم المرضى وحاملي الفيروس لحد من انتشاره. هذا ما لم يحدث مثلا في باقي الدول الأوروبية. إيطاليا أجرت مسح
يعني اجرت فحوصات طبيه على اكثر من 55 الف مواطن. لذلك الارقام ارتفعت جدا لاكتشاف عدد الاصابات. هذا ما لم نجد مثلا في باقي الدول الاوروبيه. والوضع الخاص في ايطاليا هو ان عدد الاصابات وعدد حتى الوفيات مرتفع نسبه الى باقي الدول، لان للاسف الشعب الايطالي هو شعب معمر متقدم في السن في معظمه، وهذا ما يرفع عدد الاصابات الخطيره والحالات المميته، لان معظم الذين يدخلون غرف العنايه الخاصه هم من نعم ما فوق ال 20 سنه و نعم بروفيسور في حياتهم، لانهم عندهم امراض مستعصيه او امراض مزمنه قديمه طبعا على اضافه على قدر. صحيح، ان شاء الله احنا نتمنى طبعا كل الخير والسلامه الى الجميع، إلى إيطاليا وإلى كل الدول وكل من يعاني، وحتى أنه أصبح عالمنا كل يعاني من هذا الفيروس. بروفيسور حسين جلوس، شكرا لك على حضورك معنا، وطبعا أتمنى لك الخير والسلام ورد بك على روحك. شكرا لك بروفيسور.